السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخوات اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في قناه انا جيت سان في بليزير. وماشي جونيمار خفيف ظريف ديال اليوم اخوتي اختي، كنصور لكم من هنايا من هذه المنطقه ديال شاله كما كتشوفوا، وهذا المنتجع الجميل تبارك الله ما شاء الله. وشوفوا هذه المحميه ديال الطبيعيه، هذه المحميه الطبيعيه تبارك الله ما شاء الله ديال الطيور المهاجره كما كتشوفوا الواد هو تبارك الله، راه استعان الزرقه ديالته تبارك الله ما شاء الله، وحيد منه هذاك السواد اللي كان فيه هوديك مجرد ما طاحت الامطار. اليوم خفيف ظريف اخوتي حبابي صحابي كما كتشوفوا، كاين عندنا تما كاين هذاك الطريق، هذيك الطريق راه صوبوها طريق المدار، راه صورتها لكم ديجا. وكاين عندنا الدوره اللي كنجيو لها هنايا الشهريه اللي كنجيو لكم نتبعوا فيكم فيها هذا هنايا هذا البرج محمد السادس والدوره ديال المسرح. خوتي حبابي صحابي اليوم خفيف ظريف، غادي يكون عندنا برنامج ما يطلبه المتابعون. هذا البرنامج اللي هو منكم واليكم، اي واحد بغى شي حاجه يصورها الا وغيكتب لنا كومونتير هنايا، خي انا جيت بغيت تصور لي البلاصه الفلان فلانيه ويعطينا العنوان ديالهم شنو نصوروها ليه، تلبيه لرغبه لواحد المجموعه ديال الاصدقاء اللي خارج الغربه. كاين اللي عام اللي 10 سنين ما جا للرباط، كاين اللي 15 عام ما جاش للرباط، كاين اللي 20 عام، كاين اللي 5 سنين، كاين 3 سنين، وكاين اللي عام. وهذا الظروف هذا العام ولا هذه المده الوجيزه تغيرت للرباط 360 درجه اخواني اخواتي، تغيرت الرباط وكيطلبونا الناس. اذا خضرنا لكم برنامج ما يطلبوه المتابع والاوفياء. اذا اخواني اخواتي كتبوا لنا لي كومونتير، اي واحد بغى شي حاجه يكتبها لنا، ونهار الجمعه غتكون عندنا الانطلاقه ديال الحلقه الاولى. إذن إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء، تمنظروا معنا في هذا المنظر الجميل تبارك الله ما شاء الله، نكتفي بهذا القدر. دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما كاين غير الله الوطن الملك، وأنا مشيت.